شاهدت مع الاخوان ديالي في الولايه هذه خلال الولايه هذه، واننا استطعنا اننا نكونوا طرف، اننا نكونوا حتى حنا شاركنا في النقاش ونعتز بذاك النقاش اللي كان رغم سخونته بعض الاحيان ورغم الانتقادات اللي كانت شي مرات كانت قويه بزاف، ولكن كان الهدف منها هو تجويد العمل، لم يكن الهدف منها اي شيء، ولكن كان الهدف منها دائما هو تجويد العمل. كنا نطمح ان نكون احسن، كنا نطمح ان نكون افضل، كنا نطمح ان ننهض في هذا الاقليم، هذا هو كان الهدف ديالنا. يعني ان في اخر دوره واظنها زعما تقدر تكون هذه هي الاخرى ما نعاودوش نتلاقى، كما الاخوان اعتذروا في اخر مداخله ديالهم، انا كنعتذر في اول مداخله ديالي، كنعتذر من الاخوان الى شي نهار رفعت الصوت على شي واحد، الى شي نهار قلت شي حاجه بشي قوه اللي هي سميتو، الى صدر مني شي كلمه اللي زعما حس بها شي واحد حس بها انها كضرو، انا اعتذر من الاخوان واعتذر اني لو كنت غلطت شي، ولكن ليكون في علم الجميع زعما انا كنقولها وكنؤكد عليها، لم يكن ذلك صادرا مني الا غيرة على هذه المدينه وغيرة على هذا الاقليم وغيرة على المواطنين وغيرة على المجلس، بمعنى ان اي حاجه صدرت مننا راه كانت غير غيرة، راه ماشي من دافع ذاتي او لك شي حاجه شخصيه بين شي واحد وشي واحد، ما كانتش. والدليل دليل على هذا الشيء هي ان ما عمرنا في هذا المجلس، والله يشهد وراه الناس شاهدين، ما عمرنا في هذا المجلس ماشي واحد قال لنا اجيو تحضروا الجلسه، راه حنا بالعكس كنا كنعيطوا بيناتنا فين وصلتي واش نجي نجيبك واش نجي نوصلك، بمعنى ان حنا في هذا المجلس كنا يعني كان كل واحد كيحاول يحافظ على البيضه، بمعنى ان واخا كيكونوا الخلافات واخا كيكون زعما كان تغاوتوا بيناتنا في شي حوايج، ولكن كان بدافع كما قلت بدافع ان نرفعوا من القيمه ديال الاداء ديالنا ونرفعوا من هذا واحد. جوج، جد سعيد اننا في اخر الولايه ديالنا نعمل ماشي حنا حيت حنا كنا كفريق، ولكن جد سعيد انا شخصيا افتخر اننا لقينا الرجال ديال السلطه اللي جاوا في الاخر ديال الولايه ديالنا في المنتصف الاخير، استطعنا اننا نخرجوا معه ماشي احنا كمجلس ديال عمل سكرة التمارة، بل المجالس اللي كاينه في سكرة التمارة، حنا راه كلنا سياسيين، راه حنا تنشوفوا المجالس كامله عرفت انطلاقه المشاريع بعد تغيير النجوم، ونتمنى ان المجالس اللي جايه اللي غادي تكون منتخبه انها تكون لينه وانها تكون ويسهل الله في رجال بحال رجال من هنا ومن هنا المنتخبين والسلطه، يسهل الله لهذ البلاد رجال لانهم يبقاو يحاولوا انهم يسهلوا الامور. دابا انا بالنسبه ليا جد سعيد انه ولات تلقات الامور في الاخر ديال الولايه، بمعنى ان راه كنا نعاني، كنجيو داخلين من هاد الجي كما قالوا بعض الاخوان، كنجيو داخلين من هاد الجي كان الروينه نايضه تلقى كيتصاوبوا الشوارع تيتصاوبوا المدن تيتصاوبوا، كنوصلوا لهنايا واقفه الدنيا كنخرجوا عاوتاني لهذا الشيء وغير بينا وبينهم والو، كاع كتحس براسك بين راك باقي غير هنا، راه الاغلبيه ديالنا ساكنين في تمارا خدامين في الرباط او خدامين في سلا او خدامين في المحمديه، كتدخل لهنا ما كاينش. الان اصبحت ديناميه يعني تلقات، حنا جد سعداء ان هذه الشركه ديال التنميه انها دارت، نتمنوا ان يكتب لها الله الخير ويبقاو فيها ناس واللي يسخر لها الله ناس اللي غادي يزيدوا بها لقدام احسن مننا، ولا بحال احسن من الناس اللي كاينين فيها دابا، ولا بحال غير على الاقل بحال الناس اللي كاينين فيها دابا، نتمنوا الخير، علما ان شركه التنميه مجالس اخرى ويشكر مجلس جامعه تمارا اللي كان حتى هو راه هو اللي كان يعني كان مع صندوق الاذاعه والتنفيذ جوج كان يسيران هذه الشركه، وفاش تطرح المقترح بكل سرور يعني قبلوا الضغوط ديال مجلس العماله وبكل سرور داز السيد
السيد العامل، وحنا فخورين اننا كنخدموا بهذا النفس هذا، هذا النفس هذا فخورين اننا كنخدموا به كمجلس، سواء كمجلس ديال السخيره التماره، ونتمنى ان المجالس الاخرى ديال الجامعات الاخرى انها تخدم حدوى هذ المجلسين، مجلس عماله السخيره التماره ومجلس جامعه التماره، تحدوا الحدو ديالهم وحتى هي تشارك في هذه شركه التنميه، او تشوف شي صيغه اخرى، لان هذه هي الصيغه باش تسرعوا المشاريع. دابا اتضح ان اللي ما عندوش شي شركه ديال التنميه، شركة محلية للتنمية، اتضح أنه يبقى معقد، تبقى ماشي معقد، لأن القوانين تعرفو كبير، القوانين كتعرفو تعطلو، يعني داكشي اللي كاين في القانون كيعطلو باش يدير الأعمال ديالو، الشركة تعطل المصالح ديال المواطنين، وكتعطل التنمية ديال المدينة، الشركة كان هذا النفس الإيجابي ديال الناس كتكف بعضها، والناس كتخدم مع بعضها، ماشي هذا اللي يدير. لا هو اللي دار، ولا ما قالونيش انا اللي ندير ما نعطيش، اسيدي غير تدار في البلاد وكاع اللي يقولوا انا اللي درت، راه حيت واحد خمس سنين ست سنين غتمشي بحال تجي واحد اخر، ولا ما تمشيش بحال وتبقى وما دير والو وتبقى كاين، اللهم يخلي الناس دير وسير ولا جلس بحال بحال، هذا واحد، انا اغتنم الفرصة بوجود السيد العام، دائما انا ترجع عاوتاني تندافع على الاقليم كإقليم، ولكن كنعاود نرجع لمنين جاي، أنا جاي من أين هاو، بمعنى أن أنا صوت عليا والمواطنين صوتوا عليا بعين هاو، وأدافع عن الإقليم لأنني في مجلس العمل، ولكن أدافع كذلك على عين هاو، أنا أغتنم الفرصة بوجود السيد العام معنا، وزعما أنا فرحان أن نقطة تخص عين هاو، وهذا كنا كناديو بها أن يكون واحد المركز ديال الإدمان، وأنا فرحان أن كاينة شي حاجة دابا تخص فقط عين هاو. ولكن تنقول بأن عين عودة لم تعد تلك المدينة الصغيرة التي كان فيها واحد عدد قليل من الناس، واللي كانت الطرقات المغذية لها كافية لدوك السيارات اللي كاينين، ما بقاش للأسف حيت حسبوا القواعد عندنا 49800 وشي حاجة، وأن خاصنا 160 باش يرجعونا، لا ماشي لائحي فاضي، لا يضر شي مشكل، ولكن حنا راه ماشي هادشي اللي باغي نقول، انا باغي نقول بان الطرق المؤديه لعين عوده يحسبوني ان دابا جوج دقائق دوبل فوا من هنا حتى لسيدي يحيى، عشان سيدي يحيى تسالت من الرباط حتى البدال ديال لودورود، يعني بحال هي كيجي يقول لودورود ودوك الشيء اللي غادي يدوز لديك الجهه ما كاينش، هادشي راه كلام كنقولو دايما، عاوتاني ندخلو للرباط حتى لودورود وما كاين، حتى غادي يوصل تراك ساعه، ما كايناش شي حاجه اللي كتجيب لعين عوده، يعني ان شي حاجه حيت كنوصلوا لعين عوده صافي، المدخل ديال عين عوده باقي له 7 كيلومتر 6 كيلومتر، ما كاينش شي مدخل لهذا، علما ان كاين واحد الطريق اللي تقال ان وزاره التجهيز راه غادي تدوز هذيك اللي جايه من الرباط من البدال ديال لودورود ديال المنزل حتى لعين عوده، لحد الان مازال ما خرجت حتى شي حاجه، نتمنى ان يكون شي حاجه اللي غادي تسرع هاد الوتيره ديال هاد الطرقات هادو، ما كرهناش انها تكون شي حاجه في اطار الشركات التنميه باش تسرعها، ولا شي حاجه اللي غادي بحال دابا مثلا هاد راه ما داخله في والو، هاد ما كنظنش واش راه داخله من الدوره ديال عين الربعه حتى لعين عوده، ما كاينش ما كنظنش واش كاينه شي حاجه، إضافة أن في عين عودة عندنا إشكالات يعني متراكمة، مثلا الأمن الآن البناية جاهزة، مازال ما عرفناش فوقاش غادي يدخل الأمن، والحالة دابا تزيرت شي شوية، راه كاع المشاغبين والمجرمين ديال تامس ناحية دخل الأمن راه ولا عين عودة دابا ولا تيديروا المشاكل. السيمانه اللي فاتت جاي دايز انا في الطريق بعيني، يعني ماشي شي حد قال لي بعيني الشتا، السيد غادي بواحد الهيونداي صغيره قدامي، وقفوا له جوج قدام واحد الرون بوان، هذيك الطريق اللي جايه من هذيك اللي جايه من المنزه، واحد الطريق راه دايزه حدا داك المسجد، حدا الفيرما ديال توفيق، السي توفيق وزير الشؤون الاسلاميه، دايز من هذيك الطريقه باش
البلاصه فاش كتزيد تكمل الفردوس ولا الدور باش تدوز وسط دوك الفيرمات تتهبط العين عاوده هذاك هو البوان تما وقفوا للسيد هكذا ما كنشوف فيهم وليه شوف قدامه ما خلاوش يدوز وقف ليهم هو مسكين واحد شويه حنا وصلنا ما كنشوفهم من بعد وصلنا وهو يطيح من قدامه زعما راه ضرب وما قاتلوش ما تحركش بقى واقفين عليه انا وقفت لقدام وقفوا الناس اللي من مورايا بقاو تيوقفوا وقفت عيطت على لي جندار مشكورين باش يجيو لعندهم يهزو دوك المجرمين هما شافوني هبط جاي حيت انا اللي شفت لا سين انا وهذاك المهم كتقتل لي من مورا شافونا هبطنا هما ينوضوا قالوا لي ركبنا دينا دوز لينا ولا ما نعرف شنو وقفت لي قدامهم باش نقول له ديرو وقف انا ما يمكنش نقول له وقف راه مجرمين غادي يهزوهم قلت له وقف انت ضربتي السيد وقف حتى يجيو لي جندار ما يمكنش نقول له وقف راه مجرمين اللي جاي يهزو ما عرفناش شنو غادي يديروا له تما ولا يديروا شي واحد تالي درتها بطريقه اخرى استعملنا بها حتى حنا تما السياسه ولكن ما قدرش يوقف وزاد بهم يمكن دور معاهم انا حيت شفت كبير قلت له درت مع لي جندار باش يوقفوا لهم في الطريق ولكن للاسف هبطهم ما عرفتش اش طرا من بعد بالتالي الامن بالنسبه لنا في عين عوده بغينا نعرف فوقاش يدخل الصحه وكذلك واخا تنقولوا بنايات وداك الشيء ولكن هي بيرسون هذه بنيو لينا شي بنايه كيما راه البنيه داك لي مودياليز واخا حنا حطينا الفلوس باش يتصاوبوا لي جينيراتور واخا حنا درنا داك الشيء كامل ديال السدات والمجلس مشكورا كيما قال السيد العام ان المجلس كيدخل زعما كيساعد ناس اخرين اللي اختصاصهم هذا كيساعد وزاره الصحه وزاره التعليم وزاره كنساعدوا اننا نخرجوا واحد مجموعه المشاريع اللي موجود ولكني ما كيبقى داك الشيء ماشي فونكسيوني هذا الماتيريال كاين هذا ما كاين انا نقول لكم واحد المركز السيد العام اللي جيتو تشمتو ديال الشباب والطفوله اللي كاين في حي النصر اناكتي جينا وجبنا تلامذ جابوهم من المدارس وحطوهم لحقا راه تيجي يدير لهم كذا لحقا تيدير لهم السنان لحقا راه تيدير لهم العين لحقا وشاركنا في هذه المسرحيه كما غادي نقولها شاركنا فيها وما انتم ما في راسكمش انا اللي في راسي ما خصنيش نبقى ساكت شاركت انا دابا في المسرحيه انا جينا تنشوفو ولكن راه ما كاين والو راه بالنسبه لنا هذاك المركز ما خدامش وبالتالي ما كاينش فيه شي حاجه اللي تتخدم هادو مجموعة ديال الأمور أنا أكتفي بهذا القدر معناها نتمنى أن يكون وصل الصوت ديالي والصوت ديال